يعني هستأذنكم وهنروح هنتكلم اكيد مع حضراتكم على النواحي الفنيه لمباراه سان داونز، لكن تعالوا كمان نشوف طبعا نجم التحليل الفني محمد الباز هيقول لنا ايه على مباراه ان شاء الله المرتقبه امام سان داونز يوم السبت. نرحب بمحمد الباز معانا النهارده. محمد الباز بنرحب بيك في شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا محضر لنا ايه؟ عندنا مباراه مهمه، مباراه قويه جدا جدا امام طبعا سان داونز اللي الناس خلاص بقت عارفه سان داونز وحافظين سان داونز بشكل كويس، لكن دايما سان داونز كمان عنده ما هو جديد، عنده افراد على مستوى عالي جدا، عنده مدير فني، عنده طموحات كثيره جدا. فرايك من خلال الارقام ومن خلال رؤيتك لمباراه يوم السبت. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن الكبار. طبعا مباراه بكره مباراه قويه جدا، سان داونز فريق قوي هنتعرف عليه النهارده اكتر واكتر في الفتره الاخيره، عشان في تغييرات كتيره دخلت على تشكيله الفريق، التشكيله القديمه اللي احنا عارفينها في السنين اللي فاتت يعني معظمها اتغير، في اشكال كتيره، في لعيبه كبيره، في لعيبه جديده، في دماء جديده شفناها بتقدم مردود هايل جدا خلال المباريات الماضيه وايضا خلال الدوري هناك، الدوري طبعا المحلي جنوب افريقيا. قبل ما نخش على ارقام سان داونز والحالات التكتيكيه وازاي ده بيتعكس على ارضيه الميدان، الارقام بنشوفها ازاي في الملعب، عايزين نبدا كده احصائيات المباراتين الاخيرتين للاهلي، مباراه الهلال يوم السبت الماضي طبعا ومباراه اسوان في الدوري المحلي. معانا الاحصائيات عايزين نبص عليها يا كابتن عشان نقف عند نقاط معينه قبل ما ننطلق على مباراه سان داونز. دايما بتبقى عمليه تحضيريه قبل المباريات على المستوى الافريقي. صحيح، يعني احنا عايزين نقف هنا قدام مباراه الاهلي واسوان، يعني احنا لو نرجع الشباب الاول نجيب الاهلي والهلال، يعني الاحصائيه اللي قبل كده الاهلي والهلال، لان الاهلي والهلال هنا شفنا طبعا احنا عارفين الاهلي لعب يعني لعب ماتشات كتيره جدا، تقريبا 6-7 ماتشات يا كابتن هاني في خلال 16 مباراه، ليفلز مختلفة، فرق من قارات مختلفة، فطبعا رجع على المشوار الافريقي وشفنا الهلال، هنا في الهلال طبعا المباراة كانت اداء النادي الاهلي لظروف كبيرة جدا ليس فقط فنية، ما كانش هو الافضل حتى من الناحية الرقمية، هنقف هنا على نقطتين فقط هي الفرص. معروف عن النادي الاهلي هو خلق الفرص، ولكن ترجمتها الاهداف هي دايما كانت النقطة اللي بنقف عندها والمشكلة الوحيدة في المباراة الأخيرة، لكن مباراة الهلال يا كابتن هاني زي ما حضرتك شايف هي فرصة وحيدة تم خلقها وللأسف لم تترجم بهدف، يعني على هناك الناحية الثانية الهلال طبعا أربع فرص وجاب هدف وكانت خطأ زي ما احنا عارفين، ولكن هنا الفرص اللي احنا عايزين نقف عليها في مباراة الهلال، لو هنتحرك بسرعة نشوف مباراة الأهلي وأسوان. هنا بقى مباراة الأهلي والأسوان والتدوير اللاعبين زي ما حضراتكم اتكلمتم، ومارسن كولر عارف ازاي ان هو يغير في التشكيل ويبدأ بدماء يعني جاهزة زي كهربا زي الشحات في بداية المباراة، غير طبعا الباك اليمين والباك الشمال زي ما احنا عارفين بيعتمد على خالد ويعتمد على محمد أشرف باك شمال. هنا برضو عايزين نقف على الفرص، لا هنا بقى الأهلي خلاص بقى شكل تاني بالأرقام، الأهلي طبعا 3 أهداف في الشوط الأولاني زي ما احنا عارفين، الفرص كانت 5 فرص منهم 3 أهداف زي ما احنا عارفين، أسوان فرصة وحيدة، الهدف المتوقع الإكس جي كان عالي جدا 1.73، نسبة الاستحواذ كانت عالية جدا 53، حتى التمريرات وصلنا لنسبة يعني دقة ب 83% من 504 تمريرة في المباراة. المحاولات على المرمى يا كابتن هاني كانت كثيرة، يعني كانت غزيرة 20 محاولة منها 8 اون تارجت على المرمى في المحاولات، حتى العرضيات 10 مقابل 8. كل الأرقام اللي بتتكلم عليها الباز دي أرقام جيدة جدا على المستوى الهجومي، واحنا يعني النادي الاهلي شاف ان يمكن مباراه نادي اسوان الشوط الاولاني كان من افضل الاشواط على مستوى الفني. صحيح. تعال نروح بقى وناخد دوت لمباراه بكره ان شاء الله. صحيح. احنا بنتكلم على في مباراه الهلال ما خلقناش فرص كثيره، في مباراه الاسوان كانت في فرص كثيره واترجمت لاهداف. عايزين نعرف رؤيتك للنقطه دي بالذات، لان الناس قلقانه. احنا ساعات كتيره جدا بنخلق فرص كتيره امام فرق كبيره زي ريال مدريد وبنخلق فرص. صحيح. لكن ترجمه هذه الفرص تقول لنا برضو ايضاحات للنقطه ديت من خلال تحليلك يعني. صحيح، يعني قبل ما نخش لاي حاجه طبعا هو عامل التركيز، عامل التركيز هو من اهم العوامل اللي بتساعد اللاعبين خصوصا في التلت الهجومي على ترجمه الفرص الكثيره ديت لاهداف. احنا شفنا التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر هيساعد بشكل كبير جدا ان هو يخلق التركيز والثبات الانفعالي امام طبعا سان داونز فريق كبير جدا
قبل ما نخش كده سريعا على الحالات التكتيكيه ونشوف بيعملوا ايه في الملعب، عملوا ايه في المباراتين السابقتين يا كابتن هاني، عايزين نبص سريعا على ارقامهم، يعني ارقامهم خلال بطوله افريقيا، طبعا المشوار الحالي لافريقيا وارقامهم خلال الدوري المحلي. يعني لعب في افريقيا لحد الان 4 مباريات زي ما احنا عارفين، فاز في ال4 مباريات، تعادل 0 هزيمه 0 ل 19 هدف يا كابتن هاني، وعليه طبعا هدفين، ده خلال مشواره الافريقي. لو بصينا على الدوري المحلي، هو طبعا متصدر الدوري المحلي ب 21 نقطه، وعنده طبعا فوز 18 فوز تعادل 1 و2 هزيمه وليه 39. هو لعب 21 فاز في 18 وتعادل في مباراه واتهزم في مباراتين. صحيح، يعني ليه 39 هدف، يعني فريق عنده قوه هجوميه ومن اقوى الخطوط الهجوميه طبعا في الدوري المحلي، حتى ايضا هو ثاني اقوى خط هجومي في المشوار الافريقي. لو هنكمل برضه عايزين نتعرف سريعا على المدير الفني اللي سان داونز الجنوب افريقي طبعا رولاني موكينا. موكينا طبعا مدير فني صغير في السن، وده حاجه جديده داخله طبعا على الفرق الافريقيه، زي ما احنا عارفين 36 عام لسه تولى القياده جديد جدا في اكتوبر الماضي، عدد مباريات 13 وفاز في ال 13 وتعادل يعني زيرو، يعني ما عندوش حتى زيرو. على مستوى المقارنات طبعا في، يعني بنتكلم لسه على مدير فني يعني مستلم المهمه، وعلى مستوى المباريات يمكن في طبعا مارسيل كولر عنده خبرات اكتر بكثير، ولكن طموح هذا المدرب النهارده كمان في خلال تصريحاته قال ان احنا بنشكر النادي الاهلي على يعني توفير سواء الراحه لينا، لكن احنا مش جايين مصر عشان نرتاح، احنا جايين عشان نحسم صعودنا للدور الثاني. صحيح، وهنا بقى كابتن هاني هننطلق من احصائيه مباراه سان داونز امام القطن الكاميروني وامام الهلال عشان نقف عند نقطتين قبل ما ننطلق بقى على الحالات التكتيكيه. يعني سريعا كده سان داونز والقطن الكاميروني، في طبعا يعني فرص 6 ترجم منها 3 اهداف، ده طبعا الفوز على القطن الكاميروني 3-1 كابتن هاني. انا عايز اقف هنا عند حاجتين، الحاجه الاولى طبعا محاولات على المرمى كانت 12 محاوله منهم 5 اون تارجت. هنا بقى طريقة لعب سان داونز، طريقة لعب سان داونز زي ما احنا عارفين دايما بيلعبوا الشورت باسس، ما بيلعبوش الكورات الطويلة، دايما البيلد اب عندهم بيبدأ من الخلف بالشورت باسس، بيقربوا المسافات. يعني مدرسة سان داونز يعني دايما بيطلع بالكرة من تحت، عنده مهارين يقدروا عليها. مختلف، كل لعبهم في العمق يا كابتن هاني، علشان هنا لازم نتكلم على الكروسات كانت في خلال مباراة القطن الكاميروني ما فيش، يعني تقريبا 6 كروسات فقط، الكرات الطويلة ما فيش، يعني 31. يعني ده بيترجم انه على مستوى الكرات العرضية او الكرات الطويله ما بيروحلهاش خالص بشكل كبير يعني. وهنقف بقى هنا عند الكرات القصيره او الشورت باسس، ليه؟ لان الشورت باسس دايما بيقربوا لبعض، دايما بيبداوا الهجمه ويكملوا بقى ودايما في العمق يا كابتن هاني. الشورت باسس عندهم في مباراه القطن الكاميروني كانت عاليه جدا، وصلت لنسبه 92%، يعني 649 شورت باسس قريبين من بعض، تلاقي دايما اللعيبه بيفتحوا زوايا تمرير لبعض، ده هنشوفه في ارض الملعب. نفس الكلام امام الهلال ولا في كروسات كتيره ولا في اي حاجه، هنخش دايما برده على الشورت باسس دوت اللي هنشوف في طيب عندك التكتيكية. بعض الحالات التكتيكيه طبعا يلا. سريعا الحالات التكتيكيه هنبدا بالبيلد اب، احنا خلاص حفظنا الارقام بتاعتهم، يعني للشباب لو ننقل على البيلد اب ونشوف بيعملوا ازاي بقى الشورت باسس وبيطلعوا بالكوره من تحت يا كابتن هاني، اعتمادا طبعا على الباك الشمال بتاعهم، وهنشوف دلوقتي هم بيعملوا ايه. يعني احنا دايما يعني ده مثال هم بيلعبوا في العمق، يعني ده مثال كده بيورينا ازاي هم بيتمركزوا بشكل صحيح جدا، يتحركوا في الزاويه العاميه للمدافعين او من خلف المدافعين. يعني هنحرك سريعا، دايما الكره بتترمي يا كابتن هاني ثرو باس من عمق، من العمق دايما في زوايا التمرير، يعني التمريرات الداخليه او التمرير اللي هو الجناح مثلا او التمرير الايمن الداخلي او الايمن اليسار او بيعتمد يعني الجزئيه دي برضو عشان اناقش طبعا نجومنا الكابتن ماهر وكابتن عمرو في النواحي الدفاعيه، هما بيعتمدوا على الشورت باس على الوان تو، بيعتمدوا كمان على الاختراق من وسط الملعب. صحيح، من يعني من قلب المدافعين. صحيح، يعني ده مثال شفنا على طول من نص الملعب بيعملوها بشكل سريع جدا وبتترمي الكره سو باس. يعني لو هنكمل عايزين نشوف بالنسب المئويه التحركات هنا كابتن، نقف شويه زي ما كنا بنقول ان كل شغلهم من العمق، حتى الشورت باسس وزوايا التمرير والدبل باس بيعملوها. لو شفنا هنا دايما بتترمي الكرات من العمق ب 61%، حتى نسبه الاكس جي من الاهداف اللي جابوها 1.3 يعني 23 تو 3 نسبه اللي هو نسبه يعني الاهداف المتوقعه عاليه جدا. صحيح، من الاطراف يا كابتن هاني النسب قليله جدا، يعني ناحيه اليمين 33% او من ناحيه اليسار 7%، اما دايما الشغل كله من العمق، 61% من الاستحواذ بتاعهم او من نقل الكره واللعب دايما في العمق. لو هننقل برضو عشان سريعا نبص على
ده التمركزات، حتى التمركزات هنا يعني العلامه الصفراء ده كابتن هاني والحمراء اللي عليها دايما زي ما قلنا من العمق بتبدا الهجمه سواء من تحت وبتترمي دايما عند دايره نص الملعب، ومن هنا بقى بيبدا الشورت باسس بيبدا الدبل باسس وينقل الكره دايما في العمق تلعب قدام. ده برده بيورينا التمركزات بتاعتهم بتكون فين، علشان لما نيجي نترجم لعبتنا في النادي الاهلي مين هيبقى افضل سيناريو ان احنا نقفل الخطوط الداخليه ديت في العمق. نمشي برده عشان نبدا نشوف يعني ده مثال برده من البيلد اب، يعني نحرك سريعا هنلاقي دايما اربعه. بص يا كابتن هاني شوف دايما قريبين من بعض دايما بيلعبوا الكره، شكله هيلعب كره طويله. يعني احنا دايما بنتكلم هم الستايل بتاعهم ان هم ممكن يطلعوا بالكره لو في مساحات، لكن وارد جدا ان هو ممكن يلعب يعني هو هنا حتى رجع يعني هو كان عايز يلعب كره طويله فرجع شاف ان هو قرب اتلعبت الكره الشوت باسس، هنا بدا يتحرك. يعني الكره كان في اتنين دبل باس كده كابتن هاني وترمت دايما ايضا في العمق. نبص نشوف يعني ده برضو مثال تاني هو اتنين تلاتة بينزلوا بيسحبوا معاهم المدافعين، تلاقي دايما يا كابتن هاني الممر الداخلي اللي هو الايسر بيكون دايما فاضي بتتلعب الكره فيه زي ما احنا شفنا حتى النسب دايما من الممرات الداخليه سواء الايمن او الايسر. يعني نمشي برضو ونشوف عندنا بعض الحالات وعندنا النسب من الممرات، يعني لو الشباب برضو يعرضوا لنا سريعا الصوره اللي فيها الممرات الداخليه هنا نقف هنا بقى الاختراقات. اشرح بالراحه باز عشان برضو الناس اللي بتتفرج يعني يفهموا برضو، يعني بعض الناس ما عندهاش الممرات اللي انت بتتكلم عليها. بتتكلم على الاربع يعني او خمس، عندنا خمس ممرات، خمس ممرات بتشتغل عليها اذا كان خلفي ولا ما بين الممر والسكس يارد، ما بين السكس يارد والعرضه اللي هناك وهكذا. يعني اشرح لنا ده يعني بالظبط. نقف هنا شويه زي ما قلنا بالارقام ان دايما شغلهم الشورت باس وبيلعبوا في العمق. احنا عندنا الخمس ممرات في التلت الهجومي ده بالزبط. طبعا اتجاه الملعب ده في المباراه الاخيره امام القطن الكاميروني نفس النسب دي قريبه برضو من المباراه اللي قبلها امام الهلال. نقف هنا الخمس ممرات زي ما احنا شايفين معظم الارقام اللي هي رقم 8 ورقم 9 ديت اللي هي في النص ده الممر الداخلي الايمن اللي هو رقم اللي فيه 9 لعبات اتلعبت خطيره، والممر الداخلي الايسر اللي هو فيها 8. طبعا الممرات الايمن اللي هو الجناح اللي هو ال 15 او الاربعه اللي فوق ما فيش لعب، معظم اللعب دايما لا اما ناحيه اليمين 15 زي ما قلنا ده معظم اللعبات لا اما دايما تترمي في العمق. طيب انا برضه عشان ترجم للناس اللي بيتكلم على 15 الممر الاولاني ده ناحيه الايمن الباك شمال بتاعنا يعني صحيح. او يمينهم اذا كان جناح يمين او راجل بيكمل في ناحيه اليمين. نتكلم على رقم 9 ده الممر ما بين الباك الشمال الايمن الداخلي مظبوط عشان يفهم الممر الداخلي وخارجي ما بين الباك الشمال والسرد باك يعني اللي جنبه عبد المنعم يعني عبد المنعم ومعلول مثلا ده الممر نمره 9 صحيح. ممر نمره 4 ده ما بين مثلا محمود متولي وعبد المنعم صحيح. الممر نمره 8 ما بين مثلا محمد هاني وعبد المنعم او متولي أو على حسب متولي. ما هم بيبدلوا المراكز، فعلشان كده دايما هنا هيبقى ليه دور كبير جدا لديانج. طب يلا فتحي عندك تاني نشغل برضو الحالات معانا يعني بعض الصور برضو بتترجم نفس الارقام نفس الشكل طريقه اللعب 4 3 3 ولكن الثلاثه اللي قدام دايما بيقلبوا اثنين روس حربه مباشره وينزل لاعب تحتهم بيقلبوا المثلث يعني الثلاثه اللي قدام برضو ده مهم جدا ان ممكن يكون اثنين راسين حربه وتحتيهم واحد يعني دايما بيضموا مع بعض ويلعبوا راسين حربه تحتيهم واحد. يعني راسين الحربه مايولا دوت طبعا الهداف بتاعهم وهداف الفريق وعندنا ارقامه، ولكن سريعا نفس الكلام هتلاقي دايما الكره بتتلعب في العمق ده بيلد اب بشكل اخر دايما الكره بتبدا من الخلف تتلعب لاما في نص الملعب. عايزين برضو محمد الاهداف يعني هم برضو طريقه احرازهم للاهداف عامله ازاي؟ نفس الكلام نفس الممرات اللي احنا شفناها يعني اللي احنا شفنا الهدف نكمل ده الهدف الاول في مباراه القطن. يعني تعال نتفرج على الهدف الاول كابتن نفس الكلام في العمق شفت بيتحركوا هنا في 3 على 3 الكره اتلعبت في العمق اتحرك المهاجم دخل اللي جوه بعد كده الكره اترمت ناحيه اليسار رقص وبصاها ما فيش حد يعني ما فيش رقابه خالص من القطن الكاميروني. يعني هي التحرك في العمق دايما ده لازم ناخد بالنا منه طبعا. يعني هم دايما بيتحركوا خلف المدافعين بيظبطوا الاوفسايد بيتحركوا بالكره بتلعبوهم في العمق ده الهدف الثاني. نشوف بقى الهدف سوري الثالث امام القطن الكاميروني نفس الكلام نفس السيناريو او نفس الكلام اتلعبت الكره في العمق خلاص انفرد واحرز الهدف. يعني هو الصوره اتجرت بسرعه طبعا. ولكن برضه اتلعبت في العمق من الواضح من كلامك ان هم بيعتمدوا بشكل كبير على السرو باس ما بين السرد باكين بيعتمدوا على البيلد اب.